إذن حكومة جديدة مشاهدينا الكرام، وأسماء توصف بأنها ذات وزن ثقيل في تركيا. أستاذ ياسر، ما أكثر ما لفتك في هذه التشكيلة الحكومية الجديدة؟ يعني أنا أرى حقيقة رسالة واضحة من رجب طيب أردوغان، كما كان في عملية التهيئة في الاستعراض يعني لمشروعه أثناء الحملة الانتخابية، هو أراد أن يكون هناك عنوان واضح: حكومة محافظة ضد عملية تخريب كيان الأسرة، ضد الثقافة التي تفرض من جديد على مستوى العالم شأنها، يعني قضيتها تخريب الأسرة. موضوع الشذوذ كان واضحا أنه يعني خطر يعني يحيط بتركيا. حكومة محافظة بكل معنى الكلمة، هذا الجانب. الجانب الآخر، النائب رئيس التركي هو من الأكراد، من الأخوة الأكراد في تركيا، إذن هي حكومة على مستوى كل تركيا وليست حكومة لجزء أو مكون بعينه في تركيا. والسيد جودت يلمز من الأشخاص يعني أصحاب الكفاءات القوية جدا، تربطني به علاقة يعني شخصية لفترة لا بأس بها، زرته أكثر من مرة، وفعلا شخص يستاهل أن يكون نائبا للرئيس الدولة خلفا لسابقه. أيضا لنقولها بصراحة، في أكثر من وزير على فكرة من أصول كردية. صحيح هذا الكلام. وزير المالية، برجع بقول لك الأكراد محرومين بتركيا، وزير البعض المالية يعني وزارات سيادية نتكلم أخوة أكراد، لكون أن فعلا الأكراد الذين يؤمنون بالوطن التركي هم فعلا فاعلين، ووصلوا إلى الرئاسة، سدة الرئاسة، وصلوا إلى رئاسة الوزراء، وصلوا إلى رئاسة البرلمان، يعني أكثر من شخص، لا نريد أن نذكر كثير من الأسماء، ولكن من تركوت أوزال إلى حتى بن علي يرغم، هم أيضا من الأخوة الأكراد. هذا جانب. جانب الآخر، فعلا اسم على مسمى، مئوية جديدة، يعني فريق جديد، وبالتالي وجدنا أن هناك فريق جديد. لم نشهد، مع العلم أن الفريق القديم يعني لا يصاب بقلة الكفاءة، بل على العكس هو الذي أوصل المركب إلى هذه المحطة. لم يكن لهذا المركب أن يصل لولا قيادة أردوغان وفريق معه كان يناصره في هذا المركب. هذا الفريق الذي يعني وعد أردوغان أن يكون، يعني أعطى رسالة أنهم كلهم أعضاء في البرلمان، رسالة واضحة بأنه سيستخدم فريق جديد سيكون له مزية، أنه طالما مئوية جديدة حتى لا تكون مئوية مستمرة، قال مئوية جديدة وإذا فريق جديد. الأمر الثالث، واضح المعالم أيضا لنقولها، هناك تحديات حقيقية على مستوى المئوية الجديدة، من أهمها هو التحدي الاقتصادي. وأنا أرى أن وزير المالية الاسم الكبير يعني صاحب التخصص، والذي قال أنه يشترط أن يعطى صلاحيات كاملة، يعني هو لم يأتي أو يؤتى به إلى الوزارة كيفما كان، لا، هو أتى على قاعدة اقتصادية واضحة وكان تصريحه منذ البداية كذا وكذا. أيضا نائب الرئيس هو شخصية اقتصادية أيضا، وكأن هذه الحكومة تحكم من شخص وزيرين للاقتصاد أو مخططين اقتصاديين ماهرين في قادم من الأيام. شمشك ويلماز يعني؟ صحيح، شمشك ويلماز. هذا عنصر قوة ولا يمكن أن يسبب مشكلة مستقبلا؟ لا، أنا أرى حقيقة أن مشروع الاقتصاد التركي يحتاج إلى أكثر من شخص، ويوزع كل جزء منه على طرف. طيب خليني آخر نقطة إذا بدك. آخر نقطة فقط، حتى لا نطلع على الأستاذ أحمد. اليوم كان هناك مؤتمر هاكان فيدان الذي سمي وزيرا للخارجية، وكلنا نعلم من هو هاكان فيدان، الذي هو كان رئيس لجهاز الميت والاستخبارات. فسأله الصحفيون، كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي، سيد هاكان يعني يمكن أن تطلعنا عن يعني شخصيتك، عن يعني بعض الأمور الخاصة فيك، يعني لا نعلم عنك الكثير. رجل الظل على أساس هو، لا نعلم عنك الكثير. فقال: ولكن أنا أعلم عنكم كل شيء. يعني ذكرهم بأنه شخص لديه فراسة، لديه ذكاء، لديه معلومات، والشخص يستأهل فعلا أن يكون الآن في منصب جديد، سنتكلم طيب عنه. شيء بيخوف يعني. ها طيب أستاذ أحمد الحسن، الكثير من النقاط ذكرها وربما لديه المزيد الأستاذ ياسر، ولكن كل نقطة حقيقة تحتاج ربما إلى حلقة وأكثر. أريد أن أسألك عن الحكومة وأبرز ما لفتك في التشكيلة، لكن أيضا أريد أن أسألك عن أبرز ما لفتك في حفل التنصيب الرسمي أمس أستاذ أحمد. نعم، على صعيد التعيينات الجديدة،
نستطيع أن نقول أن الفريق الجديد والفريق القديم متناغمان ضمن مشروع ما يسمى بحراس الجمهورية الجديدة التركية. يعني حراس الجمهورية الجديدة؟ نعم، يعني الجمهورية التركية الجديدة في النظام الرئاسي مرت بمرحلة التأسيس وحاليا تمر بمرحلة التمكين، يعني مرحلة أولى للتأسيس والمرحلة الثانية لمرحلة التمكين هي المتاحة فقط للرئيس أردوغان ضمن صلاحياته الدستورية. الرئيس أردوغان في هذه النقطة يتحمل مسؤولية الأخطاء كاملة، ويتحمل أيضا مسؤولية إصلاح هذه الأخطاء. يعني المرحلة الأولى التأسيسية والمرحلة التمكينية الرئيس أردوغان يقدم نفسه على أنه المسؤول المباشر عن الأخطاء والمسؤول المباشر عن حل هذه الأخطاء، فبناء عليه لا يوجد انقطاع، على عكس ما يذكر الكثير من المحللين، ما بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة، وإنما هو ما نسميه بنقطة تبادل الأدوار. يعني لدينا مجموعة حكومية سابقة كانوا وزراء في مرحلة تأسيس الجمهورية، في هذه المرحلة كان هناك أو الرئيس أردوغان مع الناس مشروع الجمهورية الجديدة، وكذلك التعاطي مع تداعيات الانقلاب على الدولة التركية في مرحلة تأسيس الجمهورية، كذلك التعاطي مع بعض الملفات الأمنية ذات الأولوية وبعض الملفات الداخلية والخارجية ذات الأولوية. في هذه المرحلة الوزراء الذين كانوا في الحكومة السابقة كانت لديهم مشكلات كثيرة في هذه الحكومة، لأن النظام الرئاسي مؤسس جديد، هناك خربطة في الصلاحيات، يعني هناك خلط في الصلاحيات ما بين وزراء المرحلة السابقة البرلمانية والمرحلة الجديدة، هناك عدم وضوح في الشفافية، هناك عدم وضوح في الكثير من الأمور. فحين كانوا يخاطبون الرئيس أن هذا الموضوع يحتاج إصلاح، هذا الموضوع يحتاج إصلاح، كان العائق في هذه المقاربات هو جانبين. أول شيء موضوع الأولويات، يعني كان للرئيس أولويات تتعلق بضرورة النجاح في الانتخابات وعدم المقامرة بأي شيء. الجانب الآخر كان هناك الحاجة إلى تعديلات برلمانية مهمة لا يخطر عليها الوزراء. حاليا الرئيس أردوغان في النظام الآخر من النظام الجمهورية هو نظام التمكين الجمهورية، نقل هؤلاء الوزراء السابقين إلى البرلمان. يعني أنت مثلا سليمان صويلو هو وزير يعرف تماما المشكلات في وزارة الداخلية ويعرف تماما ما تحتاجه من تشريعات بالبرلمان. حاليا على رأس أولوية سليمان صويلو في البرلمان هو تقديم التشريعات التي تخدم إصلاح مشكلات وزارة الداخلية، وجاءوا برجل من نفس المنهج في الحكومة الجديدة وهو والي إسطنبول حاليا ووالي عنتاب سابقا. لماذا جاءوا به؟ لأن هذا الرجل مطلع تماما على أهم ثلاث مشكلات في تركيا على صعيد وزارة الداخلية: المشكلة الأولى اللاجئين، والمشكلة الثانية الاقتصاد، والمشكلة الثالثة مكافحة الإرهاب. عندنا عنتاب كان متصادم مع هذه المشكلة، وعندنا إسطنبول كان يعاني من هذه المشكلة. يعني هناك منطقة حدودية وهناك منطقة ولاية كبيرة جدا في إسطنبول، فهذا الوزير الجديد أيضا مطلع على هذا الملف. نفس الكلام مثلا وزير الخارجية السابق في الحكومة التركية تشاويش أوغلو، هذا الرجل كان مطلوب منه تبادل الأدوار في بعض الأمور الموجهة للداخل التركي وللخارج. يعني أحيانا يقدم تصريحات متناقضة مع تصريحات رئيس الجمهورية في لعبة تبادل الأدوار، لكن يؤخذ عليه أنه كان يختار التوقيت غير المناسب وكان يختار الصيغة غير المناسبة. يعني مثلا يقولون له لديك هامش في لعب تبادل الأدوار، فهو يزيد هذا الهامش. حين يزيد هذا الهامش يضطر الهيئة الرئاسية مثلا إبراهيم كالن من أجل تصحيح تصريحات تشاويش أوغلو، جاءوا بوزير خارجية لديه إلمام كامل من لحظة صنع القرار حتى الدراسات الأمنية حتى المخرجات النهائية في الخارجية. فهذا الرجل لن يكون مخطئا مثل تشاويش أوغلو، يعني يدرك تماما أين يتقدم وأين يتراجع. أستاذ أحمد، يعني بتقديرك هنا سريعا، لا توجد أي مشكلة بتقديرك في أن يأتي رجل من خلفية استخباراتية إلى رأس الدبلوماسية في تركيا الآن ليكون وزيرا للخارجية؟
لا أبدا، لسبب واحد، أن هاقان فيدان هو ابن المؤسسة السياسية وليس ابن المؤسسة الأمنية. يعني هاقان فيدان هو أصلا دراساته الرئيسية، عمله الرئيسي كان في الخارجية، يعني مع تيكا هو عمل كمدير، دراساته كلها دخل في الميت فقط من أجل بعض الملفات المرتبطة بالتكنولوجيا، يعني من أجل تحسين وضع التكنولوجيا داخل الاستخبارات التركية. في الجانب التكنولوجي تفوقت المخابرات التركية، لكن هناك ثغرة تتعلق بالمصادر البشرية في المخابرات التركية حاليا بسبب اعتمادهم الكبير على التكنولوجيا. حاليا إبراهيم كالون الذي جاء من الهيئة الاستراتيجية الأمنية في الرئاسة ومطلع تماما على نشاطات العوامل البشرية المرتبطة بالنشاطات الأمنية، فأدخلوه إلى الاستخبارات لهذا السبب من أجل تولي يعني النقص الحاصل في الميت، وجاءوا بها قافضان من أجل إكمال المشوار الآخر له في الجانب السياسي. طبعا هناك جانب مهم أيضا وهو الفريق الذي سيتصدر تركيا في مرحلة ما بعد الرئيس أردوغان. فهؤلاء هناك ثلاث فرق مختلفة جدا في تصدر تركيا خلال لا خليني عند